إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غير الله شرك. نعم، وهذا هو الشاهد للترجمة، باب من الشرك النذر لغير الله. فإذا كان نذر الطاعة عبادة ويجب الوفاء به، فإن النذر لغير الله شرك بالله عز وجل، لأن العبادة إذا صرفت لغير الله صارت شركا أكبر. فالذين ينذرون للأضرحة والقبور ويجعلون صناديق للنذور وعليها سدنة، هذا كله من إحياء الجاهلية ومن إقامة الشرك بالله عز وجل علانية في بلاد الإسلام. فيجب على ولاة أمور المسلمين أن يزيلوا هذه الأضرحة، هذه القبور، ولا تكون مصيدة لعقائد الناس ولأموالهم. إن الذين يقيمونها أو يقومون عليها إنما هدفهم في الدرجة الثانية، هدفهم بالدرجة الأولى إحياء الشرك بالله عز وجل بتسويل من الشيطان ومن شياطين الإنس والجن، والدرجة الثانية أنه أكل للمال بالباطل وبغير حق. نعم.